مساء الفل، أهلا وسهلا بالحبايب. الله طقس حار يا حبايب، حار حار في الكرة الأرضية. إن شاء الله بتبرد أيامنا وبتبرد قلوبنا وبتبرد همومنا يا رب. حبايبي، أنا كل فترة هيك يعني بمر على العظماء، وما بصير أنا أحكي عن واحد بالمدح الجميل، طبعا بمدحه بعمله الجميل، وارجع يعني اخطأ معه، ما بصير في تناقض. سمعت لأمير الطرب الأستاذ هاني شاكر، اللي أنا عشقت هذا الصوت بعد العندليب الأسمر عبد الحليم بالنسبة لهذا اللون العاطفي. تفاجأ هيدي الغنية الكبير كبير، يعني اللي كان الأستاذ هاني لما كان نقيب الموسيقيين في مصر الحبيبة كان هو عم يحارب هذا الغناء الهابط أو للشويكيش وأمثاله. هاي الغنية اللي غناها الأستاذ هاني الكبير كبير، هيدي حلوة لجاكوش ولأمثاله مو لهاني شاكر. يعني أنا ما عم أفهم الإنسان بس يكبر. هاني بدأ يا ريتك معايا سيبوني أحب، بدأ عملاق صوتا ولحنا وغناء، وبقي هاني بغني صح 100%، وبقيت الابتسامة الجميلة الرائعة. بس يا أستاذ هاني هيدي الكبير كبير، بعدين كل العالم تعرف إنه الكبير كبير والصغير صغير، يعني أتمنى نعلمه بالغنية الكبير كبير. هيدي مو لك، لا كلاما ولا لحنا ولا مغنى، ما فيها شيء له علاقة بهاني شاكر. طبعا أنا عم أحكي هي نتيجة حبي لك أستاذ هاني، وأنا عم خاطبك يا ريتك تسمعني ويا ريتك ترد علي. شيء غريب غريب الأستاذ هاني اللي غنى ألحان العظيم الموجي وبليغ سلطان، وآخر شيء جنني لما غنى من غير ليه للعظيم عبد الوهاب. على سبيل المثال كذلك الأمر، أنه عبد الوهاب اللي عاش الله يرحمه على 100 سنة ختم حياته من غير ليه في هذه الأغنية العظيمة، وانت غنيتها وكبرت فيها أكيد. العندليب الأسمر رحمه الله اللي كان مريض وناضل وتعب حتى الموت، شو ختم بأجمل الألحان حبيبتي من تكون، وقبل نبتدي منين الحكاية، وواعد ما تنازل عن كبرياء ولا تنازل على هذا الفن العظيم. واليوم أنا عم أحكي معك يا أستاذ هاني، أنت بالذات أنت عم تحمل ثقل وعبء الفن القديم التاريخي. ما بصير انت غرطة الشاطر بألف تصور بزمانه الصنباطي. انزعج من عبد الوهاب انه لما عمل اغاني ايقاعية مثل ليلة حب، طبعا انا عبد الوهاب شو ما عمل بحبه، بس هذا الصنباطي بس يحكي انا ممنوع احكي، هيدا مو لك انت، هذا بلحن واحد شاب عصري، هذا عبد الوهاب قال عنه الصنباطي. لذلك استاذ هاني انت كل شيء بيحبك، انت فنان كبير وانت من الزمن الماضي الحديث، انت حلو في الاتجاهين، لكن هيدا اللون لا. انا بتذكر انت عملت اغاني شبابيه لكن كانت راقيه، جمله موسيقيه جديده، كلام حلو، لكن هنك الاغنيه تغير عن الكلاسيك اللي كنا نسمعه كلاسيك طرب. اما هذا ما له تسميه، شو الإيقاع تبعه، شو وين النفس الغنائي، وين القد الغنائي، واحد عم يحكي قصة انت بهذا الكبير كبير وصغير كبير، وهذا ما لهاني شاكر أبدا أبدا، مو لهاني شاكر. ونحن الإنسان بس يكبر بيترك شيء لآخرته بعد عمر طويل، بيترك شيء يختم فيه حياته بالجمال، ما بيقول لك كيف بدأ وكيف صار لا. أما اليوم أستاذ هاني كمان نحن غير راضيين عن هذا الكبير، من كل أعماق قلبي ومن كل عشاقك، إحنا بنحبك كتير بس ما بنحب هذا يعني هالنزول، هذا ما بيصير. بينزل واحد، ينزل أي واحد، بس مو هاني شاكي ولا واحد كبير نحن مراهنين عليه، نحن مكملين معه. بعد العندليب اللي هز الدنيا اجانا الله بعتلنا هاني شاكر، وهاني من طفولته مثل افلام ودرس وتخرج وعازف، فنان كبير هاني شاكر يا اخي، هيدي مو لهاني شاكر. مع كل حبي لهاني شاكر، هلا انا ما بعرف استاذ هاني، يمكن تكون سهوي او عم يراضي حدا او عمل لك قفشه يا استاذ هاني،
لا هيدي ملهنة يا حبايب، ما تجاري الجيد الجديد تعمل مثله، لا موجودين هدول، انا هاني، انا الي لون والي شخصية، بضل بدافع عنا وعن عشاقي، ما بنزلق. معناتها هدول اللي انتصروا علينا، هدول الجدال، هدول بعد اللي بيغيبوا او هلا بيغنوا اليوم بعد بكره بينتسوا، هدول شو عطوا الناس؟ لا شيء. استاذ هاني هدول اذا بدنا نجاريهم ليش ما علمناهم نحن يعودوا للمغنى الحقيقي، يعودوا للتراث، يعودوا لاساس المغنى والذوق العربي اللي ما بيخلق الله احلى منه. بس ما بنلحقوا نحن هدول، نحن بناخذوا اللي عندنا ما بننزل لعندهم. الكبير هي ما تقول الكبير، هلا انت ما تقول الكبير كبير والصغير صغير. الكبير هو بيجيب الصغير بيعلمه، مو الصغير بيشد الكبير. برجع بقول بكل الحب، بضلي ضل حب هاني شاكر، لانه هاني عنده اغاني جميله ما بتنتسى، فيها احساس، فيها اخلاق، فيها يعني. انا يوميا تقريبا بسمع هو اللي اختار الحان العظيم بليغ، اسمع كيف بيهمس هاني، عصفور عم يغني، هذا اسمه هاني شاكر. اما هيدي لا لا، مع حبي اليك ايها الفنان الكبير. قرات في يوم من الايام عن السيد ام كلثوم، قالوا له ليش ما بتنزلي هيك شوي على الشارع اغني هيك يعني فيها افشي كذا، قلت لا لا انا ام كلثوم، انا بجيب الناس لعندي، الناس بتستناني حتقول ايه الست ام كلثوم، مش انا بقول لهم انتوا عاوزين ايه، انا اللي بغني، انا اللي بدي اترك بصمة في التاريخ مش الشارع. هذه لذلك ام كلثوم لبعد مليار سنة بتضل ام كلثوم. حتى استاذ هاني يعني على ايام الكبار عبد الوهاب وفريد وام كلثوم كان في هذا الغناء، بس هدول الاقوى، هدول ضو اقوى، طفوا هدول، هدول حاولوا يعملوا مثل ما قدروا ماتوا، بس مو الكبار نزلوا لعندهم، كان من زمان انتهى الغناء العربي. نحن ايمت انتهى الغناء العربي استاذ هاني؟ لما ماتوا الكبار، مات الملحن العظيم الموجي، الملحن العظيم بليغ، الملحن العظيم عبد الوهاب، والمغني فريد، كل العظماء لما غابت العظماء ما في حدا يخلفهم. نحن ما قطعنا يأسنا، كنا نقول اجى الاستاذ هاني شاكر، اجى علي الحجار، اجى محمد الحلو، في اصوات في مصر، مصر هاي مصر، بس مو الواحد والله اليوم واحد غنى أغنية بايظة صرنا نعمل مثلها، صرنا نزيد الشارع. اليوم اللي عم يصير إذا بتسمعوا شو عم يصير في مصر وفي سوريا وفي لبنان، ما بيقبل العقل هذا المغنى، ما حدا عم يحاسبهم، ما حدا عم يحاسبهم، في شيء ما يعني فلتت الدنيا، فالتي في فلتان في كل شيء. بالأخير أستاذ هاني أنا أتمنى ترجعنا على عمل كبير وتفرج الناس انه انا ممكن عملتها هيدي فزوره، نكته، هيدي نكته. عود اخي هاني لو سمحت، استاذنا الحبيب، يعني انا كل كلامي لاني بحبك استاذ هاني، انا وجمهورك، انه انت 50 سنة تقريبا فن عطاء، انت اعطيتنا عمر، اعطيتنا عمر من الغناء الجميل، مش بنختمه بهيك غناء حرام. ارجوك كل الرجاء، عود شيء تقيل لأنه أنت تقيل حبيب قلبي. أستاذ هاني شكراً.